السلام عليكم. اليوم نكمل موضوعنا اللي بدأناه من يومين، موضوع إنترنت الأشياء. تكلمنا عن فوائده واليوم نتكلم عن مخاطره. مثل ما تكلمنا، إنترنت الأشياء هو عبارة عن شبكة الإنترنت متصل بها مجموعة من الأجهزة الذكية التي يستخدمها الإنسان ويتم ربط الإنسان نفسه بها. ضربنا مثال لإنترنت الأشياء في المجال الصحي، إذا أصاب الإنسان أي مكروه تتحرك سيارة الإسعاف أوتوماتيكيا بعد استقبال الإشارات من جسم الإنسان. كما يقوم جسم الإنسان بإرسال إشارات إلى المستشفى وإلى الطبيب مباشرة الذي يقوم بتشخيص المشكلة قبل أن يصل المريض بذاته إلى المستشفى. وهذا الذي يشكل ثورة في عالم الإنترنت اليوم في المدن الذكية، تسهل الاستخدام وتستغل الوقت بشكل يسير وبسيط. ولكن لابد من ذكر الجوانب السلبية والجوانب خلينا نقول المظلمة من هذه التقنية. اليوم إن شاء الله موضوعنا يتحدث عن هذا الأمر. أول سلبية تتعلق بالإنسان نفسه وعلاقته مع هذه التقنية. يتم اعتبار الإنسان كشيء جماد متصل بهذه الأمور. يصير اعتماد الإنسان بشكل كلي على هذه الأجهزة، حتى أن هذه الأجهزة تعرف معلومات أكثر من الإنسان نفسه عن نفسه. هذا يؤدي إلى تعطيل العقل، فيصير العقل بليد لا يفكر في أي شيء، لأن كل الأشياء التي يجب أن يفكر بها تفكر عنه. نحن مع اختراع الأجهزة بدينا ننسى وايد أشياء، بدينا ما نحفظ أرقام، حتى العمليات الحسابية البسيطة نعتمد على الآلات الحاسبة التي في الجهاز. الأمر الثالث هو أمر له علاقة في خصوصية الإنسان. كمية المعلومات الهائلة التي توضع في هذه الأجهزة، من الذي يتحكم بها؟ مثلا تصير حتى أدق تفاصيل حياتك الصحية وحياتك الاجتماعية في متناول الجميع إن حصل عليها أحد. الأمر الأخير والأهم هو الاختراق. اليوم يمكن للإنسان إذا دخل هذه المنظومة أن يخترق، فبدال ما نخترق الأجهزة نخترق الإنسان. لك أن تتخيل أن يتم اختراق جسمك والتحكم بك عن بعد، أو أن يتم تعطيل بعض خصائص جسمك وخصائص الأجهزة المتصلة بك، أو أن يتم اختراق بيتك الذكي والاطلاع على أدق التفاصيل، حتى أن يتم اختراق أجهزة المراقبة والكاميرات اللي أنت حاطنها على بيتك. وبما يتعلق بالخصوصية، تخيل حد يخترق هذه الأجهزة وليس أنت، ويتم نشر جميع تفاصيل حياتك وجسمك. إذن يجب التفكير في هذه الأمور وعدم الاهتمام فقط في الرفاهية. أنت في خطر في حال استخدامك إنترنت الأشياء، فاحذر كثيرا. الحلول كثيرة، ولكن أهمها حوكمة التقنية هذه، وضع القوانين والأنظمة والعقوبات الرادعة على من تسول نفسه اختراقها. لا بد من اختبار الاختراق الأخلاقي عليها، واكتشاف الثغرات قبل أطلاقها واكتشافها من قبل الغير. كانت هذه أبرز مخاطر وتحديات إنترنت الأشياء وأبرز الحلول. لا تحرمونا من ملاحظاتكم ومن دعائكم. أتمنى أني استطعت أن أوصل الفكرة.